وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر في المنطقة العسكرية الرابعة أن الإمارات دفعت بدعم جديد من الأسلحة والمعدات المتطورة لميليشيا الانتقالي في محافظة أبيان، ومن هذه الأسلحة صواريخ حرارية وموجهة وعربات أمريكية مضادة للصواريخ لمواجهة الحكومة في محيط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان. وبحسب موقع العربي الجديد، فإن هذه التحركات تتزامن مع مخطط للإمارات لإعادة القيادات العسكرية والأمنية الميدانية من الخارج إلى عدن لمساندة ميليشيا الانتقالي في أبيان. كما أشار إلى أن اشتداد المعارك تزامن مع ضغوط لعودة عدد من القيادات العسكرية والأمنية الميدانية من الخارج، وتحديدا من القاهرة وأبوظبي إلى عدن، كانوا قد غادروا وفق التفاهمات بحسب اتفاق الرياض قبل أن يتعرض لنكسة عقب تفجر الأوضاع العسكرية في محافظة أبيان. إذن ولمتابعة آخر التطورات الميدانية في أبيان ينضم معنا سيدة العقيد محمد قرم قائد قوات الدعم والإسناد. نرحب بك سيدة العقيد معنا في أخبار المنتصف. إذن ضعنا في آخر التطورات العسكرية على ضوء اشتداد المعارك ومقتل 9 من القيادات الميدانية التابعة لميليشيا الانتقالية في أبيان. أهلا وسهلا بكم. تحية لك. الأوضاع بالنسبة في المعركة حاليا، نعم، في استهداف من قبل الميليشيا الانتقالي القصف المدفعية، كذلك الطيارات النفسية، ضرب العيارات، و يقوم الجيش الوطني بالرد عليهم أثناء ما يقومون بضرب المدفعية واستهداف المواقع، نعم، وضرب الأطقم. هذه آخر الاستهدافات التي تحدث في معركة أبيان. نعم سيدة العقيد، فقط أتمنى منك أن ترفع قليلا صوتك حتى يتسنى لي والمشاهدين سماعك جيدا. إذا أنت تتحدث عن آخر التطورات العسكرية وربما اشتدادها في أكثر من منطقة في محافظة أبيان، تفضل سيدي. والله من المستجدات تقوم ميليشيا الانتقالي بالتعزيزات إلى مواقعها، نعم، أمام مواقع الجيش الوطني، وتزج بالدفع الأفراد وكذلك أسلحة ثقيلة وأسلحة صواريخ حرارية، ودائما تستهدف مواقع الجيش الوطني بالمدفعية وضرب العيارات، وتستهدف كذلك المعسكرات والمواقع. نعم، إذا سيد نعم سيدة العقيد، إذا الميليشيا تستهدف مواقع الجيش الوطني في أكثر من منطقة في محافظة أبيان، والجيش الوطني بدوره رد على مصادر النيران، وكما تحدثنا في الخبر هناك قياديان قتلا من خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة الطرية. ما ربما أهمية في هذه اللحظة أن يقتل قيادات بهذا المستوى من قبل الجيش الوطني لميليشيا الانتقالي، خصوصا أن هناك تعزيزات كبيرة تصل لهذه الميليشيا؟ وارد، ودائما الميليشيا الانتقالي هي من تقوم باختراق الهدنة، صحيح، وهي من تقوم بمبتدأ القصف من قبلها على الجيش الوطني، وارد أن الجيش الوطني لن يصمد، نعم، ولن يسكت على هذا الضرب، فسيرد ويرد ما يكون أكسى من ما يبتدئون به، لأنهم دائما يخترقون الهدنة ودائما يبدأوا بالقصف ويضربوا مواقع الجيش الوطني. الوطني لن يبقى مكتوب، سيرد على. نعم سيدة العقيد، طيب بما يتعلق بهذه التعزيزات التي وصلت إلى ميليشيا الانتقالي، هل ستغير من سير المعركة وخارطة المعارك الآن في أبيان؟ هناك محاولات من قبل هذه الميليشيا للتقدم واستعادة مناطق مثل الشقرة كما ذكرنا في الخبر والدرجاج والسيود والكثيب، فبالتالي هل ستفرق ربما في سير العمليات العسكرية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيدة العقيد محمد قرم الذي كان يتحدث عن آخر التطورات في محافظة أبيان حتى اللحظة. عموما نشكره لانضمامه معنا.